للحديث عن مخرجات قمة جدة للأمن والتنمية وكل ما تم طرحه من قضايا اليوم في القمة، نذهب للنائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. مساء الخير على حضرتك يا فندم. ويمكن احنا اليوم أمام قمة هامة واستثنائية بكل المقاييس، توقيت حساس للعالم كله، أزمات متتالية، طاقة، غذاء، يعني رؤى عربية موحدة، وجود أمريكي. كيف ترى هذه القمة اليوم؟ شكرا جزيلا أستاذة هدير، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن زي ما حضرتك تفضلتي، هذه القمة بتأتي في وقت دقيق للغاية، بتمر المنطقة بمرحلة صعبة على مدار سنوات، بنجد العديد من التحديات المتراكمة للغاية اللي بتحيط بعدد من بلدان المنطقة، بالذات في عمليات مواجهة الإرهاب والتحديات المتعلقة بالاقتتال الداخلي في بعض بلدان المنطقة. يمكن هذه الكلمة في رأيي هي بتفتش في العدالة الغائبة في النظام العالمي، وبتحفز المواصلات الإنسانية لمعالجة كل ما يحيق بالمنطقة من صراعات دامية بفعل فاعل، بناء على الكلمة اللي ركزت بشكل أساسي على وجود تنظيمات إرهابية في المنطقة، وهذه التنظيمات بيتم تمويلها ومساعدة نقلها عبر حدود الأوطان للقيام بعمليات من شأنها أن ينفذ من خلالها بعض الأطراف أهداف سياسية محددة وإحداث مكتسبات ومتغيرات على الأرض، بتدعم سياسيا بعض الأطراف سواء كان الإقليمية أو الدولية. بالتحديد بعتقد أنه هذه الكلمة بتعيد مرة أخرى، ومن خلال ما أكده الرئيس السيسي ودائما يضعه أولى أولويات الدولة المصرية، أن القضية المركزية لهذه المنطقة هي القضية الفلسطينية، لأنه كثير من الدول وكثير من الأطراف عملت على مدار الفترة الماضية في وضع هذه القضية في ذيل الاهتمامات الدولية عن قصد. الحقيقة مصر دائما بتوضح للعالم أجمع مسؤوليته، وبتضع العالم أجمع أمام مسؤوليته، وبتوضح للجميع وكل المجتمع الدولي أن القضية الرئيسية التي إذا ما زالت أو ما يتم أو إذا ما استمر عملية التسويف في معالجة هذه القضية، ستستمر عملية أو حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومن ثم لا استقرار بدون حل عادل وشامل للقضية. مشاكل الماضي كما تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. ويمكن كمان عايز اروح مع حضرتك لمساله مكافحه الارهاب والفكر المتطرف اللي تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن كنا بنقول انه التجربه المصريه تجربه رائده في مجال مكافحه الارهاب والفكر المتطرف. مصر قدمت تضحيات كبيره في عمليات مكافحه الارهاب في صفوف قواتها المسلحه والشرطه والمدنيين، واستطاعت مصر ان تقف صامده، والبعض حتى في المحللين للشان الدولي ولعمليات مكافحه الارهاب وصفوا ان مصر لم تكن تكافح الارهاب نيابه عن نفسها فقط، وانما نيابه عن العالم اجمع، وانه مصر استطاعت ان تعيد الاستقرار بشكل كبير الى منطقه الشرق الاوسط. مصر تعاون كل بلدان المنطقه والدول العربيه في الحفاظ على بلدانهم وفي دعم الشعوب في تقرير مصيرها. العاصمة القاهرة والمدن، مدينة شرم الشيخ وغيرها من مدن القاهرة، تستقبل الوفود من مختلف البلدان التي فيها أزمات، تستقبل كافة الأطراف لمحاولة رأب الصدع فيما بينهم، ومحاولة القدرة على البلدان اللي بتمر بأزمات أن تعاونهم مصر في القدرة على أن يتخذوا قرار وأن يصلوا إلى مساحات من الاتفاق من شأنها أن تؤدي إلى أن هذه البلدان تتماسك وتعود إلى أو تمر أو تنتهي حالة السيولة بداخلها. فبالتالي مصر لم تقدم تجربة يعني وتضحيات كبيرة بالنسبة للدولة المصرية فحسب، وإنما امتد عملها لمحاولة مساعدة كل
دول الإقليم في وليس استعادة فقط سيادة الإقليم النائب لمكانته واستقراره. وليس فقط سيادة النائب مكافحة الإرهاب، لكن وصولا كمان بأنه مصر كانت بتعمل بالتوازي في مكافحة الإرهاب وأيضا التنمية المستدامة والاهتمام ببناء الإنسان وبناء المجتمع المصري، وشفنا تمكين شباب، تمكين للمرأة، ويمكن ده تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وكمان أهمية وجود دور للمجتمع المدني، ويعني توحيد مسألة يعني مفاهيم الهوية والحفاظ على الهوية العربية وهوية كل دولة على حدة، وأيضا مسألة أنه يكون في نوع من أنواع يعني دائما الحوار المجتمعي، ويمكن إحنا دلوقتي في حوار وطني يعني نتاج عن كل النقاشات الوطنية اللي كانت في الداخل المصري. القيادة السياسية اعتمدت الحوار كسبيل وطريق لمعالجة كافة التحديات والقضايا اللي بتواجه الدولة المصرية، بداية من لو نتذكر في قبل إعلان 3 يوليو الشهير الذي أنفذ إرادة المصريين في عام 2013، كان هناك حوارا وطنيا ما بين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها مع مختلف الطيف السياسي المصري لوضع مسار للدولة المصرية والقدرة على اتخاذ قرار ما بين كل الأطراف. هذا تم اعتماده أيضا من خلال منصة مؤتمر شباب مؤتمرات الشباب، ثم منتدى شباب العالم، ثم مؤتمرات الخاصة بالمرأة، اعتماد أعوام عام الشباب وعام المرأة وعام ذوي الإعاقة وعام المجتمع المدني وأيضا الدعوة للحوار الوطني. كل دي وسائل كان من شأنها بناء الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمشاركة كل الأطراف وبإدماج كل الفئات التي عانت التهميش على مدار سنوات سابقة. القيادة السياسية عملت على إدماجها ومشاركتها في الحياة العامة وفي الحياة السياسية وفي صنع القرار داخل الدولة المصرية. كل هذه الجهود تمت بالتوازي على مختلف المحاور لنهضة شاملة للدولة المصرية على كافة المحاور، حتى تستطيع الدولة المصرية أن تستعيد مكانتها مرة أخرى. واليوم من خلال حتى عملنا في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ومن خلال ما نشهده في المحافل الدولية المختلفة، مصر لديها لها مكانة مرموقة وعظيمة في المجتمع الدولي. كل الأطراف تنظر لمصر نظرة احترام شديد على ما قامت به من تجربة عظيمة على مدار السنوات القليلة الماضية، وفي وقت صحيح قياسي القدرة على إدارة ملف العلاقات الخارجية للدولة المصرية بتميز شديد. ويمكن أنا سيادة النائب عايزة أقف مع حضرتك على مسألة العلاقات المصرية الخارجية وحالة التوازن الاستراتيجي اللي موجود في هذه العلاقات والحياد الإيجابي والانفتاح على الجميع. نعم ده صحيح، مصر بتقدم نموذج رائع في أدائها على مستوى الخارجي في توازن علاقاتها الدولية، في القدرة على يعني القيام بسياسة خارجية كما وصفها الرئيس السيسي من قبل بأن مصر تمارس سياستها الخارجية بشرف في زمن عز فيه الشرف. صحيح. مصر دولة لها وجه واحد وتمارس سياستها بشكل رشيد، وبالتالي هذا هو المنهج الرئيسي الذي اعتمدته الدولة المصرية في سياستها الخارجية، وبالتالي كل الأطراف تنظر لمصر نظرة احترام. مصر لديها دور في قوات حفظ السلام الدولية، مصر لها دور كبير في منع الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط وفي مواجهة الجريمة. صحيح سيادة النائب، دور فاعل للدولة المصرية، فالجهود للدولة المصرية جهود كبيرة وجهود ملموسة على المستوى الدولي. كل الأطراف تتحدث أن مصر هي الركيزة الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن مصر هي الضامنة للقدرة على استعادة هذه المنطقة لاستقرارها بالكامل. ومن خلال خريطة الطريق التي وضعها السيد الرئيس ومن خلال 5 محاور تضع مصر معالجات لأهم التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط والتي يجب أن نعمل عليها بشكل قوي. صحيح. وأن يعمل المجتمع الدولي ككل
من خلال مسؤولياته بالاطلاع ويمكن اليوم سيادة النائب من خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك دعوة لتضامن ما بين يعني الحكومات والدول للعمل على نجاة الشعوب من أزمات الغذاء وأزمات الطاقة وأيضا الحديث عن الأمن المائي، وتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مسألة الحكم الرشيد والاستقرار الداخلي للدول وتأثير ده على الاقتصاد وعلى التنمية المستدامة. نعم، الكثير من الموضوعات التي فيها يعني مسؤولية لدى كل الأطراف الدولية، التحديات الرئيسية اللي بيواجهها المجتمع الدولي الآن في أزمات المتعلقة بالغذاء والأمن المائي وغيرها من الموضوعات، أيضا الموضوعات المتعلقة بالمناخ ووجود ضرورة وجود التزامات لدى الأطراف الدولية في التعامل هذه القضية، وخصوصا الدول العشرين. نعم صحيح، دي من الأمور اللي يعني بتطلع الدولة المصرية من خلال تنظيمها لمؤتمر المناخ في نهاية العام الحالي، أن تعمل كل الأطراف الدولية على وجود تعهدات والتزامات واضحة لدى كل الأطراف الدولية. صحيح. في القدرة على مواجهة التغيرات المناخية، ومن ثم حماية الحماية من التحديات اللي من الممكن أن نواجهها، خصوصا على الدول النامية التي تتأثر بشكل كبير بمسألة تغير المناخ. ويمكن هنا نجد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث بلسان أفريقي عربي ليس فقط لسان مصري، لكن عايز أروح مع حضرتك للقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزيارة أولى شرق أوسطية للرئيس الأمريكي جو بايدن. هل نحن أمام حقبة جديدة للعلاقات الأمريكية العربية؟ بتأكيد أنه دائما مع كل إدارة جديدة، كل إدارة بترسم شكل علاقاتها مع مختلف البلدان العربية والبلدان الشرق أوسطية، ولكن دائما أبدا تؤكد الإدارات الأمريكية المتتبعة على عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وده حتى أتى من خلال اللقاء الثنائي اللي تم ما بين الرئيس السيسي والرئيس بايدن، واللي تم التأكيد من خلاله على عمق العلاقات ما بين الدولتين وعلى استمرار أوجه العلاقات بمختلف المسارات ودعم هذه المسارات خلال الفترة المقبلة. وأكد الرئيس بايدن على احترامه وتقديره للرئيس السيسي في جهوده في إرساء السلام في المنطقة، وتأكيد على أن مصر هي ركيزة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذه تأكيدات بتأتي لمزيد من دعم مسارات التعاون ما بين الجانبين. أعتقد أن هذه القمة من الممكن أن تكون يعني ركيزة أساسية وموت وبداية جديدة في القدرة على معالجة قضايا المنطقة من خلال دعم مزيد من التفاهمات فيما يتعلق بالقضايا المختلفة. ونأتي دائما أبدا للقضية الرئيسية وهي القضية الفلسطينية، ومن خلال حتى لقاءات الرئيس بايدن أكد على أنه حل الدولتين هو الحل الذي يمكن من خلاله معالجة هذه القضية بشكل جذري، وهذا ما يجب أن تعمل عليه كل أطراف المنطقة، وأن يعني تكون هذه القمة هي قوة دفع رئيسية للبلدان العربية مع الجانب الأمريكي في إيجاد حلول لكافة التحديات اللي بتواجه المنطقة، وأيضا كافة التحديات اللي بتواجه النظام العالمي في مختلف القضايا اللي حضرتك تناولتيها في سلاسل الإمداد الغذاء في استمرار. ويمكن سيادة النائب زي ما صرح وزير الخارجية السعودي اليوم في المؤتمر الصحفي عقب يعني انتهاء القمة في جدة، العلاقات العربية الأمريكية اليوم نتحدث عن هي علاقات منافع مشتركة ومصالح متبادلة تصب في صالح الشعوب، ليست علاقات إملاءات كما سوق. يعني هذا أمر يعني بالتأكيد يعني مصر حتى من خلال كلمة الرئيس السيسي أكد على أنه الدولة المصرية وأنه يعني جميع الأطراف في هذه المنطقة ستحمي أمنها ومصالحها وحقوقها بكل الوسائل. صحيح. فبالتالي مسألة استقلال القرار الوطني للبلدان العربية
للقوى الرئيسية في هذه المنطقة أمر أصبح مستقر تماما، ويعني لا جدال فيه ولا واضح ويتضح اليوم أكثر في قمة جدة للأمن والتنمية. سيادة النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا يا فندم.